أيها الإخوة الحضور، أيها الإخوة الحضور، أيها الإخوة العرب في مختلف أرجاء الوطن العربي الكبير، أيها المشاهدون في كل مكان يصله بث ART راديو وتلفزيون العرب، أسعد الله أوقاتكم وأهلا بكم في لقائنا المتجدد مع برنامجكم بنك المعلومات. كما تذكرون فارستنا لهذه الحلقة الأخت منال سعيد، وبنسألها كم رصيد فوزها عبر الحلقتين الماضيتين؟ 17,200. طيب، وهذه فرصة نتعرف فيها على الإخوة المتسابقين الآخرين. دكتور محمد بدر الدين تعمل إيه؟ دكتور محمد بدر الدين مدرس مسالك بولية كلية الطب جامعة المنوفية. أهلا وسهلا. نبيل جرجس موجه لغة إنجليزية بوزارة التربية والتعليم. أهلا وسهلا. حاتم سيف الدين طيار بشركة مصر للطيران. طيار بشركة مصر للطيران. ماجدة راسي بكالوريوس تجارة. بكالوريوس تجارة. وأخيرا والآخرا أيها محمد السنواني مهندس كمبيوتر. والإخوة في الكمبيوتر يعطونا الشاشة الفضية بمكعباتها المختلفة، وها هي بدأناها بجوائز، أي لغتنا الجميلة 200 300 400 جنيه مصري، والفرصة الآن مهيئة أمام فارستنا منال سعيد. بما تريد أن تستهل هذه الحلقة؟ لغتنا الجميلة 400 جنيه. لغتنا الجميلة 400 جنيه مصري. ولغتنا الجميلة يا منال، هذا السؤال عن ثلاث مجموعات من الشعر.
تشتمل على تورية وجناس وكناية، والمطلوب أن تلمحي أنت ومن يعرف هذا السؤال، أنا لم أقل بعد ادخلوا أو لا تدخلوا في السؤال، المطلوب أن تلمحوا نوع البديع أو البيان في كل. بعد لحظات سيعطينا الكمبيوتر بيتين من الشعر أو بيت من الشعر، ها هو قال لك فهمت كتابك يا سيدي، فهمت به ولا عجب أن أهيما، فهمت بالألوان وفهمت بالألوان، أي نوع من المحسنات واللي بده يتفضل؟ أيوة يا منال. جناس. هذا جناس، ما معنى إيش يعني؟ فهمت جاية من فعل فهمة. فهم يفهم، بقول لك فهمت كتابك يا سيدي، فهمت معناه ومعطياته. فهمت كتابك يا سيدي، فهمت به. ايش الفهمت الثانية؟ جاية من الهيام او انه هام به. هام يهيم على عبد الوهاب، انا هيمان ويطول هيامي صور الماضي ورائي وامامي، هذا صحيح. فهمت كتابك يا سيدي، فهمت به ولا عجب ان اهيم. طيب الكمبيوتر حيعطينا وطلع البيت الثاني، شكرا لنسمة أرضكم كم بلغت عني التحية، لا غرو إن حفظت أحاديث الهوى فهي الذكية. أنت يا منال يا ذكية، وأرجو أن تكوني ذكية في هذا السؤال، فكرك النكتة البلاغية أين في هذين البيتين؟ هل هي في نسمة أرضكم؟ هل هي في التحية؟ هل هي في أحاديث الهوى؟ هل هي في الذكية؟ أين؟ النسمة الذكية. النسمة الذكية، الكلمة اللي فيها يعني النكتة البلاغية في أي كلمة؟ هي الذكية تورية بالنسبة للنسمة. يا سلام عليك، الذكية هي الذكية هي صفة لأي كلمة؟ صفة ذكية هي صفة للنسمة. النسمة الذكية التي تضوع رائحة قوية، طيب. نقول هذا شيء عبق أو ذكي الرائحة، فالمعنى القريب النسمة الذكية يعني النسمة ذات رائحة طيبة. ذات رائحة طيبة، هذا المعنى القريب ولا البعيد؟ ده المعنى القريب. وأنت قلت إنه هذا في جناس ولا طباق ولا تورية ولا إيه؟ تورية. إيش يعني تورية؟ إذن التورية في كلمة الذكية، فسرينا. يعني هو بالنسبة للتورية هي يعني لأول وهلة بيظهر إنها المعنى القريب. المعنى القريب النسمة الذكية يعني رائحتها طيبة، طيب؟ إنما الذكية هنا يقصد بيها ذكاء النسمة اللي وصلت له التحية بتاعته، تحيته. قال لك نعم لا غرو إن حفظت أحاديث الهوى فهي الذكية، أي التي تعمل عقلها فتفهم أحاديث الهوى، وهذه تورية، لأنه أول ما بيخطر على البال هو المعنى القريب النسمة عذبة الرائحة الذكية، لكن هو ورى أو ستر أو غطى المعنى القريب بمعنى أبعد، قال لك فهمت أحاديث الهوى فهي الذكية، وهذا برافو عليك تورية. لحظة ابتخلي يا مناي، بتاخذي 400 جنيه إذا بتجاوبي للشق الثالث من السؤال. قال لك قوم ترى أرماحهم يوم الوغى مشغوفة بمواطن الكتمان. بدي أسألك مواطن الكتمان إيه؟ مواطن الكتمان يعني ممكن يكون اللي هو القلب. وليه ليه بقول عنه مواطن الكتمان؟ لأن الإنسان بيحتفظ بأي سر في قلبه. السريرة مواطن الكتمان، كناية عن القلوب لأوسع. هي كناية صح؟ مواطن الكتمان هي كناية عن القلوب لأنها مواطن الأسرار الخفية أو المكتومة، والكناية هو في اللغة لفظ أطلق وأريد به لازم معناه، هو أراد القلب، لكن من لوازم القلب أنه مواطن الأسرع. الكتمان، وإلك 400 جنيه مبروك. جوائز 200 جنيه.
جوائز لمنال ب200 جنيه وجوائز ال200 جنيه بعد لحظات. سيظهر لنا الكمبيوتر قائمتين، الأولى بأسماء أدباء وفنانين ومهرجانات ورياضات، والثانية بأسماء جوائز فاز بها هؤلاء الأدباء والفنانون أو ترتبط بها هذه المهرجانات والرياضات. طلع طاهر زمخشري شاعر سعودي، روبرت فروست شاعر أمريكي، مهرجان كان، ناصر الدين الأسد، راديارد كيبلينج، بطولة التنس مارلون براندو، وأمامهم الملك فيصل العالمية، نوبل، كاس ديفيز، بوليتزر، أوسكار، السعفة الذهبية والدولة التقديرية، والذي يستطيع أن يربط الجائزة بكذا. من هو الذي ضغط؟ محمد بدر الدين، تفضل. ريديارد كيبلينج. ريديارد كيبلينج اللي هو شاعر انجليزي، ايش عمل؟ اخذ جائزة نوبل للسلام. برافو عليك يا محمد، اخذ جائزة نوبل وهو اول انجليزي ياخذ جائزة نوبل للآداب 1907. بتتذكر لي يا محمد له قولة مشهورة هذا ريديارد كيبلينج، قال ماذا؟ قال الشرق والغرب لا يلتقيا. لا لا لا، الشرق شرق، الشرق والغرب، والغرب غرب ولن يلتقيا. طيب ريديارد كيبلينج اخذ جائزة نوبل وكان اول شاعر انجليزي يحوز على هذه الجائزة. تنين ايش كمان؟ مارلون براندو. ايوه اوسكار. طبعا مارلون براندو نجم سينمائي هوليوود. شو بتعطي؟ بتعطي فيصل العالمية ولا نوبل ولا بوليتزر؟ لا بتعطي اوسكار. تنين برافو عليك. ايوه لحظه، بطوله أيوة. التنس ها، كاس ديفيز. ايش هو بطولة التنس كاس ديفيز؟ هذا اللي بيمارسوها في ويمبلدون في لندن، كاس ديفيز. هذا كلام سليم، تفضل. روبرت فروست البوليتزر. برافو عليك، كلام صحيح. روبرت فروست هو شاعر امريكي وفاز بجائزه بوليتزر. ولمعلوماتك بتعرف كم مره فاز فيها؟ 4 مرات. اعمل لي اي وحده خامسه والك ال 200 جنيه يا محمد. يلا بقي عندك طاهر زمخشري، وبقي عندك ناصر الدين الأسد، بقي عندك مهرجان كان. مهرجان كان ايه؟ السعفة الذهبية، الجولدن بالما والسعفة الذهبية، وهذا كلام صحيح، ممتاز. بقي للفائدة العامة، لو أعطانا الكمبيوتر الأجوبة بلاحظ على أنه طاهر زمخشري الدولة التقديرية السعودية، روبرت فروتس بوليتزر، مهرجان كان السعفة الذهبية، ناصر الأسد جائزة الملك فيصل العالمية، راديارد كيبلينج زي ما تفضلت نوبل، وبطولة التنس كاس ديفيز، ومارلون براندو الأوسكار. وما زالت الفرصة مهيئة أمام محمد بعد أن نرى مكعبات الشاشة الفضية ماذا يريد. لغتنا الجميلة 300 جنيه. لغتنا الجميلة 300 جنيه. لغتنا الجميلة 300 جنيه، ولغتنا الجميلة فيها أنواع مختلفة من التشبيه. قال لك هذا تشبيه تمثيل، هذا تشبيه ضمني، هذا تشبيه مقلوب، هذا تشبيه بليغ. التشبيه في وجه الشبه، في أداة تشبيه، في مشبه، في مشبه به. إذا توافرت كلها أو حذف منها الشيء بصير عندنا ألوان مختلفة من التشبيه. المتنبي قال بيتا من الشعر يصف فيه الأسد، وطلع البيت من الشعر شو بيقول؟ بيقول يطأ الثرى مترفقا من تيهه فكأنه آس يجس عليلا. لحظة أنا أشرح لكم شوية عن هذا البيت. يعني شبه المتنبي هيئة الأسد يا محمد والحكي للجميع، شبهه وهو يمشي برفق من شدة زهوه وخيلائه وكبريائه بهيئة الطبيب اللي بثقة آس يجس عليلا، أن يفحص مريض. هنا وجه الشبه صورة شيء يمس شيئا آخر في رفق وتؤدة وزهو. هذا النوع من التشبيه المنتزع من صورة متعددة، هل هو تشبيه ضمني؟ هل هو تشبيه تمثيل؟ هل هو بليغ؟ أي واحد بيعرف؟ أيوة يا حاتم، تشبيه بليغ. تشبيه بليغ، وبتخسر 300 جنيه. أي واحد تاني؟ أيوة يا ماجدة، تمثيل.
تشبيه تمثيل، برافو عليك، لأن الصورة متعددة. تشبيه تمثيل. طب السؤال ما زال إلك يا ماجدة. الآن خلي الكمبيوتر ورينا بيت تاني من الشعر. قال لك: سيذكرني قومي إذا جد جدهم، وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر. المشبه هو حال الشاعر يذكره قومه إذا اشتدت بهم النوائب والخطوب ويطلبونه فلا يجدونه. والمشبه به حال البدر يطلب عند اشتداد الظلام. هنا لم يصرح بالتشبيه على صورة من صوره المعروفة، وإنما يا مجد لمح من التركيب. فأي نوع من التشبيه هذا؟ ضمني. برافو عليك سليم. طب أعطونا البيت الثالث ونشوف. قال المتنبي في سيف الدولة، البيت الثالث الإخوة في الكمبيوتر لو سمحتوا لي. قال لك: ولا كتب إلا المشرفية عنده، ولا رسل إلا الخميس العرم رمو. بيقول إنه سيف الدولة إذا بعث إلى أعدائه يدعوهم إلى الطاعة جعل كتبه إليهم السيوف، وإذا أرسل لهم رسلا فكانت هذه الرسل هي الجيوش. فالتشبيه هنا حذفت منه أداة التشبيه وحذف وجه الشبه، فهو تشبيه. أسامي التشبيه هي ضمني وتمثيل وبليغ. بليغ صحيح. 300. أيوة يا مجد قزمان، ماذا تريد؟ جوائز 300 400 أي، ولغتنا الجميلة إيش عايزة؟ أي 200 جنيه. ها؟ أي 200. أي 200. وسؤال الأي بتاع 200 اللي بدنا نعطيكم إياه هو: الآن بعد لحظات هيورينا الكمبيوتر كم عندك رصيد. الرصيد عندك 1300 جنيه مصري. تستطيعي أن تستخدمي أو تستثمري هذا الرصيد كله، أو تستطيعي بحد أدنى، لأن قيمة السؤال اللي طلبتيه وأنت ما كنتيش عارفة أنه هذا بنك، كم كانت قيمة السؤال؟ 200. الآن حد أدنى 200 وحد أعلى 1300، كم بدك تستثمري في البنك؟ بقول له كله. كم؟ 500. ايش رايك؟ 1000. طيب 1000 يلا. الان سؤال البنك يا ماجد، بدك تركزي معي. انت مستثمره فيه 1000 جنيه. بعد لحظات سترين، والان على الشاشه امامك في هذه الثلاث سدود شايفينها الاخوه على الشاشه. السد الاول سد محدب، السد الثاني سد مستقيم، السد الثالث سد مقعر. الآن المية بتضغط على السد. لو كنت أنت مهندسة ري أو واحدة مثقفة عندها ثقافة عامة في العلوم بتعرف ضغط المية على السدود. أنت لما بتيجي بتمشي على جسر بتلاحظ أنه الجسور في تحتها أقواس، ليه بحطوا القوس هذا؟ مشان يحمل الجسر. هلأ أنو اللي بيحمل أكتر، هذا الجسر رقم 1 ضغط المي، ولا الجسر رقم 2، ولا الجسر رقم 3؟ أيهما أقوى في تحمل المياه؟ اتجاه المياه ازاي؟ اتجاه المياه هي في عندك السهم نمرة 3. نمرة 3 وبتخسري 1000 جنيه. أنت ما فكرت كتير، بدك تشرحي لي ليه؟ ليه نمرة 3؟ نمرة 3 مقعر وهذا مستقيم وهذا محدب. لما بتيجي المي على جسم محدب أو مقعر في فرق بينهم، إشي مقعر وإشي محدب. في المحدب المي بتيجي بتبعث الضغط إلى الجوانب، بينما المقعر بيجذب الضغط من الجوانب إلى الوسط. إذا ممكن إنه هذا ينكسر. إذا أضعف واحد المقعر والمستقيم،
وأقواهم اللي بيشبه القوس اللي بيجي تحت الجسر، لأنه حتى الجسر لما بتمشي عليه وبتحط عليه ثقل هذا بيقوي القوس، لأنه التحدب بيبعث مركز الثقل أو بيبعث الوزن على الجوانب، فبتكون الجوانب أقوى، ولذلك الجسر أو السد رقم واحد هو الأقوى. وأنت بتخسري 1000 جنيه ومتأسفين يا أم. أيوة إيش عايزة بالله كمان يا مجدة؟ أي 300 هذا السؤال أيضا عن أجزاء 6 سيرينا إياها الكمبيوتر بعد قليل. أنتم عارفين أحجية الصور المقطوعة اللي بنسميها جيجسو، اللي هي الصور المقطوعة وبتتركب. الآن على يمين الشاشة إحنا نرى أنه في مثلث مرسوم على الجيجسو أو على هذه الصور المقطوعة. الآن اللي بدنا إياه المنطقة التي أحطناها بمثلث، بدنا تعرفوا أي وحدة من الأشكال الستة اللي على يسار الشاشة هي. هل هي 1، 2، 3، 4، 5 ولا 6 يا منال؟ 2. برافو عليك، 2 صحيح. و300 جنيه، هذا لو انتوا اجيتوا حطيتوها بتيجي بالضبط هناك. طيب واعطونا ايضا المكعبات مره ثانيه لنرى ماذا تريد فارستنا ان تختار الان. لغتنا الجميله اي ولا جوائز؟ ايش بدك يا جوائز؟ 400 جنيه. جوائز 400 جنيه وسؤال الجوائز 400 جنيه هو السؤال هذا من شقين، كل شق من 3 فروع. عم نسأل عن كرة القدم، وللأسف إلا إذا كنت أنت فتاة رياضية بتحب كرة القدم، بتحب الكرة؟ بدي أسألك، أنت كنت متابعة بطولة العالم في كرة القدم الأخيرة؟ أي سنة 1990 اللي فاز ببطولة العالم في كرة القدم دولة أوروبية هي مين؟ ألمانيا. على مين؟ على الأرجنتين. الأرجنتين، برافو عليك. طيب ارجعي لي 4 سنوات، سنة 1986، مين اللي كانت الأرجنتين على ألمانيا. برافو عليك، الأرجنتين على ألمانيا، صحيح. أقول لك اللي قبلها؟ طيب أنا بدي أسألك وبديش أسألك الشق الثاني من السؤال. يا ترى أي نادي إسباني يا منال فاز بنهائيات كأس أوروبا لكرة القدم في المرات الخمس الأولى على التوالي؟ وحتى أسهل عليك أعطيك 3 أندية، أقول لك هل هو بايرن ميونخ، هل هو ريال مدريد، هل هو مانشستر يونايتد؟ ريال مدريد. بس أنتوا قلتوا لها. لا 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 لا. طيب على كل حال بدي أروح لك للشق الثاني من الشغل، كنت بعفيك أنا بالشق هذا. قولي لي من هو الذي فاز بجائزة نوبل للسلام عام 1983 وهو أوروبي في دولة أوروبية كانت شرقية؟ ليخ باليتسا. برافو عليكي، ليخ باليتسا، كلام صحيح. لغتنا الجميلة 200 جنيه. لغتنا الجميلة 200 جنيه ولغتنا الجميلة بتاعت 200 جنيه. لغتنا العربية كما نعلم لغة بيان وبديع، لأنها تشتمل على كما عرفت أنت ما شاء الله الجناس والطباق والتورية والتشبيه. هنا أيضا السؤال حول أبيات الشعر اللي شايفاها وشايفينها زملائك معك على الشاشة. السؤال للجميع، قال لك ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب، لهم شيمة لم يعطها الله غيرهم من الجود والأحلام، غير عوازب رقاق النعال. النكتة في رقاق النعال، ولذلك حطيناها في مربع مضاء. رقاق النعال طيبت حجزاتهم يحيون بالريحان،
يوم السباسب كمدخل. إذا بتتذكروا في حلقة ماضية إحنا حطينا مطلع هذه القصيدة اللي هي كليني لهم يا أميمة ناصب وليل بطيء الكواكب إلى آخره. أنا بدي أسأل رقاق النعال هنا اللي بيعرف أي نوع من المحسنات يضغط. أيوة يا حاتم. استعارة مكنية. ها؟ استعارة مكنية. استعارة مكنية؟ لا، هي ليست استعارة ولا استعارة مكنية ولا غير مكنية، هي ليست استعارة أبداً. قال لك فلان رقيق النعال، يعني أي واحد. منال. أيوة يا منال. رقيق الطبع. رقيق النعال، احنا بنحكي عن الجزمة، عن النعال، رقيق النعال. نرجع انا معلش يا حاتم برجع لك. ايوه رقاق النعال ممكن تؤخذ كمعنيين. رقاق ان هو من الخفة او ان هم مش كثير السمك يعني. لا، هو يعني رقيق النعال يعني مترف، يعني قليل المشي، لا يحتاج انه يدوس على نعله. اذا هذا هو اراد ان يقول لنا انه انسان مترف، زي ما بيقولوا فلانة بعيدة مهوى القرط. بدوش يقول جيدها طويل، بيقول اذا لبستها انت قرط من هنا. مهوى القرط يعني المسافة من شحمة الاذن الى الكتف مهوى. بنقول لك هذه ايش بسموها؟ كناية. كناية، برافو عليك، كناية عن طول الجيد. طيب انا بعطيك المئتين جنيه يا حاتم سيف الدين الطيار في مصر للطيران اذا طرت لي في هذا البيت بفروعه المختلفة، والله وفقك في الاجابة على الاقل شيء او اثنين. يا ترى هذا الشعر لمين؟ كليني لهم يا أميمة ناصب وليل أقاسيه بطيء الكواكب. طيب لما قال لك ليل أقاسيه بطيء الكواكب برضو إيش؟ نوت بيشبه الكواكب. لا لا، هو أيضا زي اللي في بطيء الكواكب. كناية عن بطء مرور اليوم. كناية عن البطء، هو أيضا هنا في كناية. ليل بطيء الكواكب كناية عن أنه بمر بصعوبة ببطء، هي أيضا كناية. طيب أنا بعطيك الميتين جنيه يا طيار حاتم سيف الدين إذا بتقول لي إعراب. شوف بقول لك لهم شيمة لم يعطها الله غيرهم. شوف فعل أعطى بياخذ لم يعطها الله فاعل لفظ الجلالة غيرهم. اعرب لي غيرهم وخذ 200 جنيه. غيره لم يعطها، يعطي فعل، وين الفاعل؟ الفاعل الله. وين المفعول به؟ غيره. لا، في لا هم. لا، يعطيها. يعطيها مفعول به. اذا غيرهم ايش؟ هل الهاء مفعول به؟ غيرهم مفعول به ثاني. مفعول به ثاني. برافو عليك، و 200 جنيه صحيح. طيب وماذا يريد حاتم سيف الدين؟ بقي عندك جوائز وبقي اي. ماذا تريد يا حاتم؟ اي 400 جنيه. اي 400 جنيه للطيار في مصر للطيران. والسؤال اي 400 جنيه هو من شقين. بدنا نعطيك هذا الكائن الغريب اللي طلع الآن على الكمبيوتر، حاول أن تحدد الجزء اللي حطينا عليه علامة استفهام. بالمناسبة هذا الشق الأول من السؤال، واللي بيعرف ينتقيلي من بين 1 إلى 8 بعد ما يمعن النظر في هذا الكائن الغريب ويقول لي أي جزء يجب أن نختاره ليملأ مكان علامة الاستفهام. أيوة يا حاتم. 8. لا الصحيح، وبتخسر أنت جائزة هذا السؤال 400. أيوة. لا مين بيضغط؟ أيوة يا محمد. 6. 6 هذا صحيح. طيب الآن بنتقل إليك أنا يا محمد، بتاخذ ال 400 جنيه إذا بتروح لي إلى الشق الثاني من السؤال اللي هو كائن غريب الآن شفته يتغير أمام ناظريك في كل مرة يتحرك فيها من اليمين إلى اليسار. سؤالي
عندما يصل إلى أقصى اليسار ليحل محل الشكل الذي تركناه أبيض ووضعنا عليه علامة استفهام. سيكون شكله مثل أي شكل من الأشكال الأربعة، واحد ولا اثنين ولا ثلاثة ولا أربعة، وخذ 400 جنيه. اثنين. اثنين صحيح. أيوة يا محمد، طلع لي ماذا بقي. لم يبقى سوى سؤال واحد اللي هو جوائز 300 جنيه. وهو القطاع الأخير، وهذا الجوائز 300 جنيه. هذا كشكول. وقف هنا الآن. هذه إيش؟ أسهم. أسهم كم سهم؟ أربعة. أنا عايزك ترتب لي إياها بشكل يا محمد بحيث إنه يكون مجموع الأسهم خمسة. تعرف؟ حاول. حاول. بداية موفقة، بداية موفقة. في الاتجاه الصحيح، برافو يا محمد. وين الرابع؟ ورينا. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة. والآن جاء دور الجمهور في سؤاله الأول، وهو لهذا الأسبوع سحر الأرقام. اثناشر. تعرف عليك؟ أحمد فؤاد محمد علي. وليه بتهمس همس بصوت عالي؟ أحمد فؤاد محمد علي. تعمل إيه يا أخ أحمد؟ يدير المفتشين بالشركة العامة للصيانة والتخزين. طيب يا أخ أحمد. أيوة. شوف لي هذا الشكل، أربعة سبعة. الآن بدك أنت تحاول تشوف مسار هذه الأرقام. أيوة. ما هو المسار؟ يعني أنت كيف بتشوف مسارهم وبعدين تشوف العلاقة بين الأربعة والسبعة والسبعة والعدد اللي بعدها. أيوة. ثم تكتشف ما هو الرقم الذي يجب أن نضعه مكان علامة الاستفهام. أيوة. وهذه فرصة أنه نترجى الإخوة الجمهور أن لا يعطونا الجواب تبرع رجاء، اللي إذا هم فشلوا سننتقي انتقاء الواحد له حظ، قد يكون نصيبه أن يأخذ دش أو يأخذ ثلاجة أو يأخذ أي جائزة، ولذلك احتفظوا بالإجابات لكم. ما هو الرقم المحذوف هنا اللي وضعنا محله علامة استفهام؟ ثلاثة. ارفع صوتك. ثلاثة. ثلاثة ليه؟ بين الأربعة والسبعة ثلاثة. يا سلام، هذه هي العلاقة؟ ما بدك تشوف العلاقة بين الأربعة والسبعة والتسعة والأربعين والخمسة والعشرين والثلاثة. بس كملها كلها بقى. لا ما دام انت ثلاثة اذا انت بعيد. لا لا بعيد عن احمد. خمسمية وواحد وثلاثين. اسمك ايه؟ اسامة محمد عبد اللطيف. اسامة تعمل ايه؟ أنا معيد بكلية الخدمة الاجتماعية.
معيد بكلية الخدمة الاجتماعية، كيف أنت والرياضيات؟ الحمد لله. الحمد لله، ما هو الرقم؟ 97. قول نظريتك إيه؟ إن إحنا بنضاعف وبنشيل واحد، يدينا الرقم اللي بعديه. طيب ضاعف وشيل 4 8 هنشيل واحد تبقى 7، 7 و7 14 هنشيل واحد تبقى 13. نفس الحكاية العكس هنا، 13 و13 26، هنشيل منهم واحد يبقى 25. طيب انت كيف ماشي المسار؟ انا عجيب. انت كيف ماشي المسار؟ المسار بدك تمشي فيه من 4 لل 7 لل 13. احكي نظريتك حول هذا المسار. ما هي علاقة الأربعة بالسبعة؟ قول. الضعف ناقص واحد. السبعة هي ضعف الأربعة ناقص واحد. ضعف هنضعف الأربعة هتبقى 8. طيب ما هي 8 ضعف الأربعة ناقص واحد. تبقى 7. طيب ال 13. ال 13 ضعف السبعة ناقص واحد. 7 في 2 14 ناقص 1 13. ال 25. ال 25 ضعف ال 13 ناقص 1. ضعف ال 13 كام؟ 26. ناقص 1 كام؟ 25. طب ال 49 ليش كانت 49؟ ضعف ال 25. قول كام؟ ضعف ال 25 50، هنشيل 1 تبقى 49. إذا هذاك الرقم شو لازم يكون؟ 49 و49 هنقول نفس القصة، 49 و49 هيبقى 98. ناقص 1. 1 يبقى 97. تمام. صحيح. برافو عليك. هي 97، وتعال اضغط لي وشوف الجائزة اللي بتنتظرك يا معيد كلية الخدمة الاجتماعية. مبروك، أخذت ستيريو، وهذا مسؤول العلاقات العامة في البرنامج بيعطيك ستيريو الآن حلالا زلالا. أيها الآن صاحبة أدنى رصيد، المفروض أن تستهل الشاشة الذهبية باثنينات أيضا، وسائط نقل والشمس والقمر، وأنت عايز تاخد إيه؟ الشمس والقمر 500. الشمس والقمر كم؟ 500. 500 جنيه مصري، والشمس والقمر 500 جنيه مصري. في هذا السؤال سنريكم 6 أوجه للقمر. بعض هذه الأوجه طلعت، 1 2 3 4 5، ودققوا لي وأمعنوا النظر في هذا السؤال الطريف جدا والمفيد جدا، لأنه في فائدة قليلون منكم الذين يعرفونها. بعض هذه الأوجه آخذ في الازدياد والنمو. أنت بسرعة مسرع علي يا محمد، تعرف السؤال. والبعض الآخر آخذ في التناقص أو التضاؤل. بعد أن أمعن الأخ محمد بدر الدين وزملائه، أنا بدي أسأل، أي هذه الأقمار هو آخذ في التضاؤل أو التناقص، وأيها آخذ في النمو والازدياد؟ قل لي. نمرة 5 بيبتدي يزداد، أول ازدياد. أول ازدياد نمرة 5 عم بيزداد. 5 وينه؟ هيو مظبوط. طيب نمرة 2 بعديه بشوية كمان بيزداد. نمرة 2 آخذ في الازدياد، عجيب. بس أنا إذا أجبت لي ليش، معناته أنت إنسان فعلا على جانب من المعلومات الفلكية، عجيب. هذا صحيح. نمرة 6 يا سلام عليك أكثر. ونمرة 6 هو الثالث الآخذ في الازدياد. نمرة انت واحد. شدحتني شدحتني، بدك تقول لي ليش قبل أن تكمل. هذا كلام رائع. دوران القمر حوالين الأرض بيجي بوجه واحد، أيوة، وعلاقته بالشمس، فهو دايما بيجي بوجه واحد أساسا، لأنه بيدور حوالين نفسه كل 27 يوم، وبيدور حوالين الأرض كل 27 يوم، فاحنا بنشوف فيس واحد. ودايما الجزء اللي هو مواجه للشرق بيبتدي الأول، وجزء المواجه للغرب بينتهي في الآخر. طيب اللي آخذين في التضاؤل قل لي عنهم. التضاؤل واحد وبعدين ثلاثة وبعدين 4. هذا كلام رائع، وخذوا هالمعلومة الطريفة جدا، هو شرح ومقبول. هلأ إحنا ممكن نعرف كل ما تطلعنا إلى السماء ورأينا الهلال، نيجي نسأل نفسنا، يا ترى هذا الهلال أو شكل القمر أقرب إلى الحرف الإنجليزي اللي هو دي، كابيتال دي، ولا إلى الكابيتال سي أو سمول سي، أي واحد؟ إذا
كان هو أقرب إلى كابيتال دي، معناته هو آخذ بالازدياد، معناته الفتحة تبعه بتكون ناحية الشمال، معناته عم يكبر. أما إذا كان على شكل السي بيكون آخذ في التضاؤل، معناته فتحة الإناء بتكون على اليمين. ولذلك ستة على شكل الدي، أنه وين اللي أيضا أنت قلت اللي ماخذ في الازدياد، اللي ماخذ في الازدياد وقت في الازدياد وده بينقص، ده بينقص. وبعدين أنه اللي ماخذ في الازدياد أيضا اللي ماخذ في الازدياد خمسة. لأنه فتحة السي على اليسار تنين، فتحة السي على اليسار لأنه كان دي كان هذا وبدأ. فهذه هي القاعدة. وقديش كانت علامة السؤال هذا يا محمد؟ 500 جنيه. وإلك 500 جنيه تهاني. أيوة يا محمد، اثنينات أيضا وصاعد نقل والشمس والقمر وماذا تريد؟ ثنائيات أيضا 500 جنيه، اثنينات أيضا 500 جنيه. اثنينات أيضا 500 جنيه. بسم الله الرحمن الرحيم، أنا بدي تعمل لي بخمس اثنينات رقم 8، ها بدي يساوي ها 8، وبدي تكتب بأناقة ويساوي 9 بخمس اثنينات. اتفضل وخلي الكاميرا تشوف وخلي الجمهور يشوف، ودائما قف بروفايل واكتب لي. ثواني فكر. طبعا من حقك. اثنين في اثنين حتى الآن. يا سلام. واحد اثنين ثلاثة، اثنين في اثنين أربعة، في اثنين ثمانية، وبعدين زائد صفر زائد اثنين ناقص اثنين، ثمانية زائد صفر يساوي ثمانية. خذ الخمسمائة جنيه وجيب لي التسعة. يعني اللي حل هادي بده يجيب هادي بسهولة، ما هي قريبة. يا سلام عليك، صحيح. 500 جنيه لك. 1 2 3 4 5 8 زائد 1 يساوي 9. برافو يا محمد، تفضل. الشمس والقمر 1000 جنيه. ايه؟ الشمس والقمر 1000 جنيه. الشمس والقمر 1000 جنيه للأخ محمد. وسؤال الشمس والقمر، هذا السؤال عن الشمس بالنسبة للأرض طبعا. فعندما نقول كثافة أو بعد الشمس نعني بالنسبة لإيه؟ بالنسبة للأرض. الآن الكمبيوتر بيعطينا قائمتين، أهي كثافة الشمس، جاذبية الشمس، ضوء الشمس، بعد الشمس، قطر الشمس، حرارة الشمس، حجم الشمس، كله بالنسبة للأرض. الآن أمامها في أرقام 86 أو 865، 1370 ميل، 35 مليون درجة فارنهايت، 1,300,000 مرة، 28 مرة، هنا نسبة مئوية 26%، 8 دقائق 93 مليون ميل. أنا الآن بدي تشوفوا لي صفات أو خصائص الشمس بالنسبة للأرض تقابلها قائمة الأرقام العائدة لهذه الخصائص، والمطلوب ربط على الأقل 5 ب5، ومحمد أيضا ضغط اربط لي إيش بإيش. كثافة الشمس
ايوه 26% من كثافة الأرض على السطح. كثافة الشمس 26% من كثافة الأرض. ليه؟ لأنه الشمس هي عبارة عن ماذا؟ كتلة غازية، عن كرة من الغاز والعناصر الخفيفة. هذا كلام سليم. هو ربط، شوف الكثافة نسبة مئوية، مش كذا مرة ولا كذا دقيقة، منطق. طيب جاذبية الشمس 28 مرة جاذبية الأرض. هي 28 مرة قدر جاذبية الأرض. هذا رقم 2 سليم يا محمد، برافو. ايوه بدي كمان ايش ضوء الأرض في 8 دقائق. ضوء الشمس بيوصلنا في 8 دقائق. ليه يا محمد؟ لأن سرعة الضوء 300. سرعة الضوء كام؟ 300,000 أو 186,000 ميل في الثانية أو 300,000. طيب والمسافة؟ 93 مليون. إذا نحتاج نقسم 93 مليون ميل المسافة على السرعة تساوي الزمن، قاعدة حسابية. نقسم 93 مليون ميل على 186,000، بصف ضوء الشمس اللي احنا بنفكر رأسا فيه لسع جلدنا، هذا بيحمل 8 دقائق بهذه السرعة الفلكية حتى يوصلنا. وأنت أجبت ضمنا بعد الشمس، انه هو بعد الشمس 93 مليون ميل على الاقل. انت الان في السليم. انت الان جيب لي وحده وخذ ال1000 جنيه. بعد الشمس 93 مليون ميل، وقلنا انه ضوء الشمس يصلنا بعد 8 دقائق. الشمس. ايوه الشمس. ايه جيب كمان وحده. اياك، انت الان في مرحله حرجه. 100 ايه 100 ايش هو؟ مليون و 300,000 ايش هو؟ حجم الشمس. حجم الشمس ماله؟ 300,000 مره حجم الارض. هذا كلام صحيح، برافو عليك. حجم الشمس اكبر من حجم الارض مليون و 300,000. ولفائده الاخوه البقيه بنقول قطر الشمس هو 865، وهيطلعنا الكمبيوتر. ليش نتعب؟ الكمبيوتر قال لك كثافة الشمس 26% من كثافة الأرض، جاذبية الشمس 28 مرة من الأرض، ضوء الشمس بيستغرق 8 دقائق حتى يصلنا، بعد الشمس عنا 93 مليون ميل، قطر الشمس 865,370، بينما قطر الأرض الاستوائي لا يزيد عن 8,000 أو 7,927 to be exact، حتى نكون دقيقين. وحرارة الشمس 35 مليون درجة فارنهايت، أما حجمها فكما قال الأخ محمد 1,300,000. ويعطونا الكمبيوتر ما تبقى من المكعبات. وماذا يريد أخونا محمد بدر الدين؟ اثنانيات أيضا 750 جنيه. ايش يا محمد؟ اثنانيات ايضا 750 جنيه. اثنينات 750. وضغطت منال سعيد. تفضل يا اخت منال، واعطونا اللوحه هنا حتى نشوف كيف تستطيع ان تعطينا عددين اثنين باستعمال الرقم 2 5 مرات. يا اخت منال، الان يساوي 10 ويساوي 11 من حيث انتهينا مع محمد. بخمس اثنينات تعطينا 10، بخمس اثنينات تعطينا 11. سؤال 750. انت ايش بدك تجربي، 10 ولا 11؟ 10. ايوه 2 في 2 في 2 8، وبدك كمان 2. 8، شو باقي للعشرة؟ لا 2 في 2 زائد 2 في 2 8. طيب مزبوط. 2 في 2 حطي قوس هنا كمان. 2 في 2 زائد 2 في 2 زائد 2. 2 في 2 4 زائد 4 8 زائد 2 10. هذا كلام سليم. أما هي أسهل وحدة فيهم كلهم حتى بدون ما تعقديها رياضيا. 2 زائد 2 زائد 2 زائد 2 زائد 2 يساوي 10. أسهل من هيك. طب 11 11
هذه مش هتوصلك الى شيء. لا صاروا 6 1 2 3 4 5 6 ما هكذا يا سعد تورد الإبل. بالنسبة لهذا السؤال المنحة غلط، مفروض تفكري فيه في أسلوب آخر، مش 2 في 2 أو 2 زائد 2. لو بدنا نجيب 11 بدنا 11. أيوة برافو سليم. أيوة أيوة لا بصف 22. لا انت بديت 22 صح. 22 على 2 على 2 يساوي 12. طيب بدك كم؟ بدك لي 3 2. لا لا هلا 2 2 بس امسحي هذا 2 ناقص 2 مرة ثانية حليها هنا لأنه هنا 22. أيوة ارفع صوتك. 22 زائد 2 ناقص 2 على 2 يساوي 11. أو كأنك بتقول 22 على 2 يساوي 11 زائد 0. 2 ناقص 2 11 زائد 0 يساوي 11. 1 2 3 4 5 وإلك 750 جنيه. برافو. أيوة والفرصة الآن مهيئة أيضا لمنال. ماذا تريدين؟ وسائط نقل. وسائط نقل 750 جنيه. ها؟ وسائط نقل 750 جنيه. وسائط نقل بسبب أشوف هربت من اثنينات يا منال. هذا سؤال بده تركيز شديد جدا جدا. الآن الإخوة يلاحظوا لي هذا السؤال. هذه الست وهذه إشارات مرور. إشارة المرور لما بتكون خضرة معناته المارة يتوقفون والسيارات عم تقطع الشارع. عندما تكون حمراء المارة يقطعون الشارع والسيارات تتوقف. الآن هذه 1 2 3 4 وهذا سؤال كنز. كم قلتي 750؟ هذا قد يكون ثلاث أضعاف تكسبي 2250 أو تخسري كل هذا. إذا عرفتي كيف بترتبي لي هذه الصور يا منال ترتيب منطقي يحكي لنا قصة هؤلاء الناس الواقفين على قارعة الطريق. يعني في عندك وحدة واقفة عند إشارة المرور وفي عندك واحد وراء واحدة واقفة عند إشارة المرور وفي ناس عم بيقطعوا الشارع وفي واحد واقف وواحد جاي يلتحق فيه. في ضوء هذه المعلومة إنه اللي واقفين معناته الإشارة شو بتكون؟ حمراء ولا خضراء؟ اللي واقفين بتكون الإشارة خضراء. خضراء ليه؟ لأنه السيارات بتكون ماشية. طيب لما بيقطعوا شو بتكون الإشارة؟ حمرة. ليه؟ علشان العربيات بتكون واقفة. عشان العربيات بتكون واقفة فهم بيقطعوا. هلا في ناس قاطعين، في ناس واقفين، في ناس واقفين وناس بيلتحقوا فيهم وفي واحدة جاية واقفة. سلسلي لي اياها هالقصة، لو بدك ترتبيها ترتيب منطقي، بتكون هيك 1 2 3 4 ولا بتخربطيها وبتعمليها بنسق آخر؟ لا هنخلبطها. لخبطيها، صورة رقم واحد مفروض تكون ايش؟ طب ممكن ارتبها انا طيب المنطقي اكتر ان صوره نمره 3 هي تبقى اول حاجه. صوره نمره 3 تكون نمره اول حاجه ليه؟ علشان مفروض ان في واحد من اللبس بتاع البنت اللي ورا. ايوه باين ان هي لسه جايه عليه. ايوه قبل الصورتين قبل 2 و4
والمنطقي انه هو واقف لغايه لما العربيات صح تعادل. صوره رقم 3، واحد واقف ولسه هديك احنا شايفين طرف التيار الموف تبعها وجايه تلتحق فيه، فهي اول واحده لانه بيقدروش يقطعوا، الضوء اخضر، اذا 3 تصبح رقم 1. كلام سليم. بالتالي تبقى رقم 2، هي رقم 2 لانه مش شايفين ابنها، هي كانت جره ابنها كمان ورا. فاجا ابنها وقف ورا، اذا هي رقم 2، اذا 2 بتضلها رقم 2. يبقى رقم 4 ان هم بدا العربيات وقفت وهم بداوا يعدوا. رقم 4 بتصير 3 ليه؟ لانه صارت حمراء الاشاره فصاروا يعدوا، صاروا يقطعوا الشارع. إذا الأخيرة أني نمرة 1. نمرة 1 وحدة الجديدة هذه جاءت بعد ما صارت هذه صارة خضرة. خضرة فبدأت تقف من جديد، وبرافو عليك، هذا كلام صح. برافو برافو. تفضل. الآن منال، سؤال الكنز كما تعرفين، في إمكانك تاخدي 750 جنيه وتمشي، أو تيجي معنا سلمة واحدة أكثر تطلعي إلى هذا الصندوق للجوائز النقدية اللي جوائزه تتراوح بين الصفر اللي محل التنين هذا اللي قاعد بيستنى حتى ينهش ويأكل كل الجوائز إذا ضربتي وقفتي عليه، أو 25% من الجائزة اللي هي 187، أو 50% اللي هي 375، أو 3/4، أو 100% اللي هي 750، أو 150% 1125، إلى أن تصلي إلى 2250، يعني الثلاث أضعاف ال 750. سؤالي، تاخدي عصفور على الشجرة في اليد، تاخدي هالعصفور اللي في اليد، ولا بدك تيجي لعله الله يكرمك وتاخذي 3 أضعاف، أو ترجعي للصفر؟ الرصيد كله؟ لا، هو 750، يا بتاخذيهم أو بتيجي بتضغطي معانا، إما بيروحوا 750 أو بتاخذي 3 أضعافهم. لا نجرب بقى مرة. نفسها 750، يلا لا خسرتي ولا خسرتي، روح مبروك. أيوة، ماذا تريد منال؟ اثنينات 1000 جنيه. أيوة يا أخي محمد، برافو. والأخ محمد أخذ اثنينات 1000 جنيه. وسؤال اثنينات 1000 جنيه، هلا زميلتك آخر اثنينات جابتهم، أنت جبت إيش وإيش؟ 8 و9 مش هيك؟ وهي جابت ايش؟ 10 و11. هلا بدنا اياك انت 12 و13 بخمس اثنينات وبسمل. بسم الله وتفضل. 12 و13 12. اثنين في اثنين في اثنين زائد اثنين زائد اثنين، هذول 8 وهذول 4 12 13. لا دول 12، عايز 13. اي نعم. هنا يا استاذ كلية الطب تحتاج ان تخرج عن المألوف شوي، ال 13 بدك تفكر فيها بشكل جانبي، انه كيف فيك انك تجيب عدد ثم تنصف حتى أعطيك إضاءة بسيطة وبعدين تضيف فيها، يعني خروج عن 2 في 2 في 2 شوية بدك. هو في 2 على 2 عشان نعمل 1. طيب أنا عايز أجيب ال 12 2 في 2. هلا 13 هي عبارة عن إيش؟ كيف ممكن تجيبها نتيجة عملية رياضية وحسب؟ 12 زائد 1 أو 14 ناقص 1 أو 14 أو 15 ناقص. لا بدي مش زائد وناقص، برضه جيب الضرب والقسمة. فكر على صعيد الضرب والقسمة. مش هتيجي كله نقسم على 2 في الآخر؟
ثواني. طيب شو احنا على كل حال نتعادل معك، انت كسبت نص وخسرت نص، ابدا تعادل لا تكسب ولا تخسر. خلينا ايوه لا في عندنا من لسه على بعد عدغط. طيب تفضل. هذا السؤال اصلا للمتسابقين، اذا فشلوا بنيجي لكم. هلا منال انت السؤال بكام هو؟ ما اعرف 1000 جنيه. السؤال ب 1000. هو جواب نص، اذا انت جاوبتي هذا النص هو تعادل، ولان الدور مش الك ما بنعطيك اياه، بنعطيك 500 فقط. انا اللي ساعه بقول لك في قسمه بتجيب القسمه 22 زائد 2 زائد 2 صاروا 26 على 2 يساوي 13. 1 2 3 4 5. طيب مبروك، تفضل. وسائط نقل 500 جنيه. وسائط نقل ب 500 جنيه، والسؤال في هذا القطاع مكون من 3 فروع. وسائط نقل ب 500 جنيه. بنسأل فيها عن الطيارة، نسأل فيها عن الدرج المتحرك، وبنسأل فيها عن بيتي شعر يلغزان في مطية نمتطيها يوميا. والسؤال إلك كمدخل للسؤال، شوفي هالطيارة اللي طلعت. الطيارة الحقيقة عملية المسح أو سكانج الكمبيوتري يعني أعطتنا شكل الطيارة. عارفة أي طيارة هذه؟ كونكورد. هذه الكونكورد اللي هي أسرع من الصوت، ولحسن حظي المسح كان من الوضوح بشكل لم يسمح لك بأن تعدي عجلاتها، لأن عجلاتها هي موضوع السؤال وهو الشق الأول. سؤالي يا منال، كم عدد عجلات الهبوط في الكونكورد؟ 8 10 12 ولا 14 اللي بتهبط عليهم، أو كم عجل؟ 10. طيب أي الكلمات؟ هذا الشق الأول، بدك تجيب الثلاث هدول حتى تأخذي 500 جنيه. أي الكلمات الإنجليزية التالية هي اسم لواسطة النقل؟ refrigerator، denominator، escalator، numerator. escalator اللي هو إيش؟ سلم المتحرك، الدرج الكهربائي أو السلم المتحرك. خذي 500 جنيه. قال شاعرنا في لغز عن شغلة سماها مطية بنستعملها كل يوم في الصباح والمساء والظهيرة، وقال الشاعر مطية، هي تتبع على الشاشة، مطية فارسها راجل تحمله وهو لها حامل، واقفة بالباب مرذولة لا تشرب الدهر ولا تاكل. شو هالمطيه اللي بنستعملها صباحا مساء يوميا؟ احنا بتحملنا واحنا بنحملها، وتقف في الباء مرذوله. وخذي 500 جنيه. الحذاء. الحذاء صحيح. وسائط نقل 1000 جنيه. وسائط النقل الألف جنيه هو من 5 فروع جميعها عن السيارات، وأنا بدي تجاوبولي لأنه هذا سؤال 1000 جنيه، على الأقل تجاوبولي 4 إذا مش 5 كلهم. وأول سؤال عن السيارة التي سوف ترون صورتها بعد لحظات، واللي عاوز يتفضل يا طيار حاتم سيف الدين، تفضل. هذه السيارة يا حاتم صممها ألماني. أول شيء شو السيارة هذه؟ فولكس فاجن. يعني سيارة إيه؟ شعبية. الشعب. هذه السيارة التي ترى صورتها يا حاتم صممها ألماني، سميت باسمه إحدى السيارات سبورت الألمانية الفارهة الثمينة الشهيرة، ما هي؟ بورش. بورش، برافو عليك. هو اسم الراجل فرديناند بورش،
طيب الشق الثاني من السؤال، في الراشيو لامبورغيني هذا صانع تراكتورات حول اهتماماته لإنتاج السيارات في عام 1963، وانت لو بتشوفك تتهادى في شوارع القاهرة باللامبورغيني ولا فيراري ولا ميزاراتي، هذه سيارات مهمة ولا لا؟ سؤالي شو جنسيته لامبورغيني؟ إيطالي. إيطالي صح. طيب من العلامات المميزة للسيارات كثيرا ما نقرأ على البليت أو على اللوحة تبع السيارة حرفين اسمهم جي تي يا طيار حاتم. الجي تي معناها إيش؟ سيارات بتكون جاية سياحة. جي تي اختصار لأي حرفين في السياحة جي تي. أول واحدة خلينا نقولها جراند، بس التي اللي بيجوا سياحة جراند جراند تي جراند تورز أو توريزمو جراند تورر، يعني المسافرة الرائعة. على كل حال قل لي يا حاتم، أي ولاية أمريكية تصنع أكثر من نصف قطع ومكونات السيارات في الولايات المتحدة الأمريكية؟ أي ولاية؟ أي ولاية تصنع نص يعني نعمل كل السيارات ترتبط بأي ولاية؟ أكثر ولاية مشهورة بصناعة السيارات اللي فيها مدينة ديترويت. شيكاغو. شيكاغو في إلينوي. وشيكاغو ليست ولاية وإنما مدينة، أما هي فيها هيك اللي فيها ديترويت. واشنطن. لا هي على البحيرات، وإحدى البحيرات باسم الولاية، حظ البحيرات الخمس اللي هي هورون، أونتاريو، ميشيغان، إيري، سوبيريور. ميشيغان. ميشيغان. طب هذه قربنا لك إياها كتير. هلا بتاخذ الألف جنيه إذا أو ما بخسرك شيء إذا بتقول لي الأفعى يا حاتم. السيربنت. هذه نجدها مصورة على سيارة، وهي مميزة لسيارة أيضا مرفهة اسمها مكون من شقين، يا بتاخذ الألف يا بنتعادل معك ما بتاخذ شيء. اسمها السيارة اللي فيها عليها خط وخط وبعدين عليها صورة أفعى، اسمها حد بيعرف؟ من شقين كذا وكذا اسمها. رولز رويس. لا ما عليها. ألفا روميو. ألفا روميو، برافو عليك، هذا صحيح. ألف جنيه لحاتم. والآن جاء دور الجولة السريعة وهي آخر مراحل الشاشة الذهبية. أعطونا الإخوان في الكمبيوتر العداد، وفي اللحظة اللي بيبدأ فيها العد التنازلي مقداره دقيقتين سأسألكم أسئلة محددة كلها تبدأ بكلمة كيف، والسؤال سواء أجاب واحد أو اثنين يجب أن لا يستغرق أكثر من المدة المخصصة له وهي 8 ثواني. وبسم الله نبدأ. كيف تتنفس الضفادع تحت الماء؟ من خلال إيش؟ أي واحد؟ هاي ثواني، بدأت عد الثواني. كيف تتنفس؟ أيوة يا حاتم. تهتز الأكسجين في مسام في الجلد من خلال جلدها، وإلك 500 جنيه. طيب كيف يحصل متزلج الجليد على سطح خال من الاحتكاك ينزلق عليه؟ كيف إيه؟ مش إلك، اللي بده يضغط. كيف يحصل متزلج الجليد على سطح خالي من الاحتكاك سهل الانزلاق؟ الحذاء رفيع. الحذاء رفيع. إيش هو يعني؟ مبقاش واسع. يعني الضغط تبع الشفرة يذيب الجليد فيصبح ماء ولا واحد بياخذ شيء. كيف تفادى القائد النازي هيرمان جورينج الإعدام؟ كيف تفادى الإعدام؟ أيوة يا محمد الشنواني. سافر بالطائرة راح لندن. مش هو، لا هذا أدولف هيس. أيوة. بالانتحار. ها؟ بالانتحار. و500 لحاتم سيف الدين. كيف تكتب؟ كيف تكتب 3000 بالأعداد الرومانية؟ أيوة يا منال. 3 M 3000 وين 500 جنيه. كيف يختلف
تزرير المعطف الرجل عن تزرير معطف المرأة. أيوة منال. الرجل على الشمال، المرأة على اليمين. الرجل على الشمال والمرأة على اليمين. هذا صفر عليه لأنه على اليمين والمرأة على الشمال. معطف الرجل إلى اليمين والمرأة على الشمال. كيف يجري التحقق من وزن السفينة؟ أيوة يا حاتم. عن طريق كتلتها اللي هي تفريغ كتلة مية في حوض. عن طريق مقدار الماء المزاح اللي هي طيب. 500 ليك، ما سألناش كتير وانتهى الوقت. والآن كشف الأرصدة بورينا منال سعيد 4900، محمد بدر الدين 3700، نبيل جرجس 1500، حاتم 500، ماجد قزمان 300، ومحمد الشنواني 1000. والآن جاء دور سؤال الجمهور، وهو الشكل المفقود لهذا الأسبوع. أربعمائة وثلاثة وتسعين. من هو أو هي؟ تعرف عليك؟ مهندس سامي مرسي. أخ سامي، أنت مهندس إيه؟ مدني. مهندس مدني. الدوائر ليست غريبة عنك، لأنه الهندسة فرع تخصص دقيق عندكم، ولا لا؟ هذا سؤال كما ترى كل دوائر، وأنا يبدو لي أني حاخذك على المونيتر هذا لترى هذا السؤال بوضوح أكثر. تفضل هنا، بتلاحظ أنه الشكل رقم واحد يا أخ سامي، ورقم اثنين، ورقم ثلاثة، ورقم أربعة، ورقم خمسة، هو عبارة عن ثلاث دوائر داخلية. ثلاث دوائر، ثلاث دوائر، ثلاث دوائر، ثلاث دوائر، ثلاث دوائر. إذا أمعنت النظر وجدت على إنه الشكل واحد فقط بين الأشكال الخمسة هو الشاذ، يعني هنالك سمة أو لمحة أو خصيصة أو صفة مشتركة تشترك فيها الأشكال الأربعة ويشذ واحد. أيها الشاذ، أيها المختلف، ولما الشذوذ أو الاختلاف؟ وقد تربح أي جائزة من الجوائز العينية الثمينة لسؤال الجمهور. في الشكل رقم خمسة. ارفع صوتك. الشكل رقم خمسة. أيوة. ليه؟ الثلاث دوائر يعني جميعها متقاطعة. بينما اشرح أكثر. بينما الأشكال الأخرى هنا دائرتين يعني يتقاطع دائرتين على الأكثر في كل. دائرتين على الأكثر. الأولى الدائرة اللي على اليمين تتقاطع مع الوسطى. نعم. وبعدين الدائرة الوسطى تتقاطع مع الدائرة اللي على اليسار. هذا صحيح. إذن في تقاطع في دائرتين على الأكثر. طب في الثانية؟ في الثانية يتقاطع دائرتين فقط، واحدة منفصلة. واحدة منفصلة تماماً. الثالثة؟ الثالثة بيتقاطع الدائرة اللي فوق مع اللي تحت. طيب الدائرة الصغرى ما بتتقاطعش مع اللي فوق الكبرى. تتقاطع مع الدائرتين، تتقاطع مع الدائرة الصغيرة والدائرة الكبيرة. بينما الصغيرة لا تتقاطع مع الكبيرة. الصغيرة لا تتقاطع مع الكبيرة. هذا كلام في لماحية عجيبة وفي هندسة دقيقة. الرابعة. الرابعة الدائرة الصغيرة لا تتقاطع مع الكبيرة. بينما الخامسة جميع الدوائر تتقاطع. كلها تتقاطع. كلام سليم. فيديو مبروك إلك. جهاز فيديو ومندوبة العلاقات العامة للبرنامج تقدم لك جهاز الفيديو. والآن إلى المرحلة الثالثة والأخيرة من البرنامج، إلى الشاشة الماسية. وبدأت الآن قطاعات الشاشة الماسية في الاختلاط
وعندما تتوقف الفرصة الآن مهيئة لصاحب أو صاحبة أكبر رصيد لتنتقي، ماذا تريد؟ 1 2 3 الأرقام. 1 2 3 الأرقام. وسؤال الأرقام اللي بدنا نعطيك إياه هو ليس أرقاماً الحقيقة، هو مرة بيكون أرقام ومرة بيكون كلمات. إلا نعطينا الجرافيك تبع الكلمات، وهذا سؤال بدك تكوني معنا سريعة شوي في الكلمات والأرقام اللي بدنا نكونها. في الأول بدنا من أسماء الشيطان كلمة مكونة من 4 حروف اللي هي في المربعات اللي لونت لنا، وهي مكونة من حرف 2 3 4، ويجب أن تأخذي كلماتها أو حروفها من المربعات الصغرى في أسفل الشاشة. الآن ماذا تعرفين من أسماء الشيطان؟ إبليس. إبليس، لحظة، إبليس مفروض يكون في باء، ألف، ألف، ما في عندك باء هنا. الحروف يجب أن تنتقى من المربعات الصغرى. بدك تشوفي اسم آخ، أنت مصرة على إبليس؟ لا. إيش؟ لا، في الوسواس الخناس. في خاء وفي الخناس، صحيح. خناس، استجاب الكمبيوتر فرفع خاء نون ألف سين. طيب هلا بدنا كلمة ثانية مكونة من 1 2 3 4 5 6 7 حروف المزنرة بالأصفر، وهي اسم لأول رئيس لجمهورية إندونيسيا يبدأ بحرف السين وبقية حروفه فيها ألف أو راء أو كاف أو نون أو واو. سوكارنو. سوكارنو، نشوف. برافو عليك سوكارنو. طيب باقي عندك ألف وطاء، وحدة قياس كهربائية تبدأ بحرف الواو. برافو عليك، صحيح. طيب وأعطاك الكمبيوتر في وسط هنا ماسة، وماذا يريد أخونا دكتور محمد بدر الدين؟ كشكول. بدك كشكول. سؤال الكشكول يا محمد هو سؤال بسيط، لو قلت لك هل تستطيع أن تكتب بأذنك اليسرى بتقول لي إيش؟ لا. لا، أنا بقول لك آه. كيف؟ دكتور. لا، أنت ما بيطلع لك أصلاً تجاوب هذا السؤال. هل تستطيع أن تكتب، لاحظ، تكتب ونقطتين، بأذنك اليسرى؟ دكتور أنا بدي أشوف أخونا المصور. الكاميرا مال الأخ شحادة، إيش هكتبها؟ بخط إيده. هيكتب بإيده بأذنك اليسرى فقط. هتكتبها بإيدك بأذنك اليسرى. طيب وماذا تريد الأخت منال؟ وسائط نقل. وسائط نقل، ووسائط النقل في الماسية اللي بدنا نسألك عنه هو أنطوان كاديلاك، تاجر أسس مدينة في الولايات المتحدة اسمه أنطوان إيه؟ كاديلاك. كاديلاك تحيلك بإيه؟ بنوع عربية. بنوع عربية، أمريكاني ولا ياباني ولا ألماني؟ أمريكاني. أمريكاني، طيب هذا طيب الذكر أنطوان كاديلاك التاجر أسس مدينة في الولايات المتحدة من اسمه، بتعتقدي أي مدينة في الولايات المتحدة اللي أسسها كاديلاك؟ ديترويت اللي قبل شوي كنا نحكي عنها، صحيح. هي 10 مدينة في صناعة السيارات وهي في ميشيغان، كلام صحيح. طيب وبدنا تلعب هذه اللعبة يا دكتور محمد بدر الدين المعيد في كلية الطب، شو بدك تاخذ؟ اي طبعا بده يقطع عليها في اي حتى يحول بينها وبين تشكيل خط العمودي يتوسط اللوحة. وسؤال اي هو اي الغازات يا معيد كلية الطب هو الأعلى نسبة أو وجودا في الهواء؟ ايش؟ ثاني أكسيد الكربون. متأكد؟
الغاز اللي أعلى من ثاني أكسيد الكربون وأعلى من الأكسجين هو النيتروجين الحقيقة، وبتخسر ويعيدوا يخلطون هذه القطاعات. وفاتتك فرصة ذهبية يا دكتور محمد. أيوة وقفنا أيضا هنا. إيش بدك يا منال؟ اثنينات أيضا. طبعا بدها اثنينات. هذه اثنينات بتعطيك الفروسية للمرة الثالثة. والآن بتقدر تحلي تركز ولا أجيب لك اللوحة؟ أنا مش عارف السؤال. اثنينات أيضا بدي بخمس اثنينات، وبدي تعملي لي 14. وقفنا عند 13. سمي بالله بس الخط واضح. خمس اثنينات 14. خط كبير؟ خط كبير واضح. ايش يعني؟ 2 في 2 ب 4، 2 في 4 8، 2 في 8 ب 16، ناقص 2 14. 2 في 2 في 2 في 2 بين قوسين 16، ناقص 2 14، وهذا كلام صحيح. وتهانينا لمنال سعيد فارستنا للمرة الثالثة في هذا البرنامج، وندعو المعيد في كلية الطب دكتور محمد بدر الدين انه يستلم جائزته من المسؤول المالي للبرنامج. مبروك ال 3700 جنيه. والأخت منال تذهب للمرة الثالثة إلى قمة هرم المتسابقين فارسة للحلقة. وشكرا إلى جمهورنا الكريم، وتحية للإخوة المشاهدين على امتداد الساحة العربية وسائر مناطق العالم التي يصلها بث ART راديو وتلفزيون العرب. أيها الإخوة شكرا وإلى اللقاء.